السلام عليكم. كما نشوفوا راني أرسلت أموال إلى منصة سي بي دي سي باش نشري بها عملة ANC، لكن كما نشوفوا لما تدخل هنا أول مرة راح نشري بها، راح نجربه 100%. السعر هو 350، نشوفه هنا واش كاين. 320، 320 هنشريو في 320. مفهمتش الطلب ناجح ولا مانيش عارف، لا شريت ولا لا. نجربو نبيع و تراو نشوفو لا عندنا عملة ولا لا. نعم، شرينا 118 عملة. هادو شريتهم باش نعملو بيهم، باش نعاود نشري عملات ANC. راح نزيد نجرب هنا اسكو تبعث ولا لا. ترانسفير، لا ANC. نكوبيو الهدراس هذي. انا خلقت نشري ندير الحاجة انا الاولى، ما تلومونيش. كيما نشوفو هنا لما جيت نرسل العملة هنا واش قالك؟ الرجاء تعيين كلمة المرور. راح رونا نخدم كلمة مرور جوجل ومن بعد نكملو مع بعض. كيما نشوفو راح ندخلو لهنا سيكيريتي، نضغطو مع بعض. هاي هنا تخرج لنا جوجل، نضغطو عليها وتكوبي هذه الادريس ونروح نحطها في جوجل اناتوري. كوبيت الادريس كما جوجل موش هيصور معايا، ولكن راح نحطوه فقط، هو موش هيخرج معايا. راح نضغط على إضافة، هنا نكتب اسم العملة كوين، ونحطو الادريس هذيك اجوتي. دركا راح نكوبي مع هذه الادريس ونرجع للتطبيق نحطوها. كيما نشوفو راح خدم معايا. وهنا لازم تزيد تخدم باسورد، راح نزيد نخدم باسورد. كما نشوفوا هنا في التطبيق هاني رسلت 7 عملات باش نجرب فيهم فقط. ها وصلوا. الطريقة سهلة وبسيطة، راح تضغط هنا، تضغط هنا وتكوبي هذا اللينك. هاني كوبيتو. بالنسبة للأشخاص اللي كانوا طلعوا التطبيق على الطريقة تاعي، وش يديروا؟ يكتبوا لي الايد هذا في التعليق هذاك، لما تطلع التطبيق تعطيني الايد هذا وتاكد منه الرقم هذا، وتاكد منه بلي صحيح باش نرسل لك 12 عملة، 11 تبعثها للتطبيق والاخرى تروح لي فيه. اذا عندنا 12 24 48 عملة. راح نشوفوا الطريقه كيف نرسلهم فقط. كنا كوبينا الادريس هذيك، راح نضغط على ويذروال، راح نحط الادريس اللي كوبيتها، راح نرسل 50 عمله.
راح نرسل 50 عملة. هنا هيتطلب منك تحط الكود. كيما نشوفوا العملات هنا قالت لك كونفيرم، مازال ماشي كومبليت. لما تكون كومبليت راح نكملوا مع بعض، لما توصل راح نزيد نصور لكم كيفاه وصلت. المهم الاشخاص اللي كنت كتبت لهم في التعليق باش نبعث لهم لي فيه، هاوش تبعث لي، تبعث لي الايد هذا برك، الرقم هذا، تبعث لي الرقم هذا راح نرسل لك 12 عملة. لما ترسل ترسل 11 للتطبيق ويديه هما عملة. ندخلوا للتطبيق، لما تحب ترسل كما نشوف هنا عاملي فيه 10.68، 10.68 هما اللي فيه، وانت حتوصل لك هنا 11 عملة. تسمى تكفيك باش تخرج العملة تاعك كل، لانه احنا راح نستناو انه يكمل كلش ونخرجه. لما توصل راح نزيد نكملوا مع. ها هي وصلت العملة، كيما انتم تبعثوا للايد فقط. نبعث لك 12 عملة هنا، واش قلنا؟ ايه ها يحتاجوا 10.68، يعني 11 عملة تكفيك. نبعث لك 12 باسكو ما بين التطبيق نفسه ما ينحيوش لي فيه، اما لما ترسلها من لهنا ينحيو لك واحد، ينحيو لك عملة. تسمى نبعث لك 12 يوصلوك 11. كيما الان راح نرسل العملة، عندي 20 عملة نرسلها. راح نعمل ترانسفير، نحط الادريس، راح نكتب 20 عملة، راح نرسل. هنا نحط المود باس تاعي فقط. كيما نشوفو هاي خرجت معايا العملة، راح نستناوها توصل فقط. كيما نشوفو مع بعض انتظرت باش توصل العملة تاع سي بي دي سي، ولكن اظنها اليوم ماشي حتوصل. علاه؟ لانه فكرت باللي العملة حتندرج الويت 8 في الشهر على ساعتين، الناس مازال ما دارش الكي واي سي، وانت تطلب منهم باش يحولوا لك عملاتك. باسكو كنت عملت في الهاتف الثاني نفس الطريقه، ارسلتها ورسلتها بالرابيد، ارسلتها بالرابيد يعني ارسلتها بهذه باللي فيه 14.73. كنت نظن انها توصل ليه باش نحط الفيديو، ولكن شفت كاين بزاف الناس خايفين على عملاتهم، نقول لهم ما تخافوش عملاتكم راهم في الضمان. هاني رسلتهم قدامكم، لما يوصلوا راح نزيد نعمل لكم فيديو تشوفوا عملاتك كيف يوصلوا المنصه، وبرغم سعر العمله راح يكون نازل. انا ما كنتش شاتي نبعت عملاتي، الحق كنت شاتيهم يقعدوا حتى يتلموا كلهم بحم كامل بسعر واحد، ولكن عملت هذه الطريقه للناس اللي خايفه على العملات، اللي حطت العنوان هذا، اللي حطت العنوان هذا. تسمى كاين ناس بزاف حطت العنوان هذا، حطت باللي روحها غلطت، ولكن هو موش خطا. هما راني قلت لكم داروا لكم هذاك العنوان علاش؟ باش تطلعوا لابليكاسيون فقط. اما الطريقه هذه صحيحه 100%، طريقه صحيحه 100%. ولما تشوف الفيديو تاعي نزلت المنصه بطريقه خلاف مش كيما نزلوها هما، هاني حدثنا المنصة حطينا لها أموال، خرجنا أموال، بعثنا أموال، مازالوا ما وصلوش ولكن حيوصلوا عن قريب بإذن الله. يعني بالمعنى طريقتنا صحيحة فقط، هذا ما كان. وبالنسبة لكاين واحد اليوتيوبر والله صدقوني أنا اشمئز، تلقاه مدير لي أبوني لي أنا، ويجي يقول له أكتبه في ناس ما يعرفوش. كنت لي ما تعرفش، انت اللي ما تعرفش تروح تتفرج على التليجرام. انا قاعد نخدم بلا تليجرام، انا نتحداك لكان تلقى واحد، ادخل لليوتيوب حوس لكان تلقى واحد حول عملاته الان الى المنصة. نتحداك روح اقرا من عند التليجرام وكل خبز، كل خبز وقعد على روحك. باسكو انا مانيش يوتيوبر، انا خدمتي بورصة. انا في 2013 كنت نخدم في المنصات، لكن ما تعرفش
بولونيكس، انا كنت نخدم في بولونيكس اللي ما كنتش تسمع بها انت. في 2013 كنت نداول في بولونيكس. على العموم كفايه قصف كيما هكا. بالنسبه للاشخاص اللي داروا نفس الخطا ما يقلقوش، لانه في المستقبل، في المستقبل لما يتلموا عملاتك كل تقدر تخرجهم كل وتبيعهم بسومه مليحه خير. وش نقول لكم؟ السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.